أهالينا يعني كان في تضحية كبيرة في أنهم بصراحة يساعدوننا في ذي الفترة. تقريبا من بدينا التعامل مع اللي هو الفيروس الكورونا وتقريبا احنا عازلين روحنا مو شبه يعني عزل مع يعني خلنا نقول تقريبا يعني شبه عزل تام عن العائلة الكريمة. أكيد ما أقدر أروح حق أمي وهي أقرب شخص إلي وخصوصا في هذه الفترة بعد وفاة والدي، يعني أنا محتاجة أن أكون قريبة منها، ما أقدر يعني أسلم عليها، ما أقدر أحبها، ما أقدر أكون قريبة منها. ولدي ساعات ما أقدر أحضنه، أي من الشغل يقول لي ماما أنت جاية من مختبر، فيعني شوية أنكسر من الداخل. ولادة بنتي من قبل شهرين ما حضت ولادتها إلى أشوفها من بعيد جدا، أنا كوني معزول عن البيت. العيال عدت لهم كثير من التساؤلات، ويمكن بعض التعليقات اللي موجودة مثلا يبا والله نشوفك على التلفزيون يمكن أكثر حتى من نشوفك في البيت. أنا أفتقد الأولاد، يعني ما قادر أحضنهم مثل ما كنت قبل، يعني ما أذكر صراحة آخر مرة ممكن أنا أخذت بحضن وأنا مرتاح. عيد الفطر المبارك أهلنا بابحنا نفتخر فيك نانت في فريق البحري. عيدك مبارك بابا، كل عام أنت بخير، عيدك مبارك، إحنا نحبك وايد. يدعمني ويقدم لي الدعم، إحنا نحبش ماما وإحنا قاعدين نقدر اللي قاعدة تسوينا، وإحنا مستانسين لأن أنتين دكتورة وتساعدين المجتمع، ونشكر كل دكتور ساعدنا، وكل عام وانتون بخير. شكراً ماما لأنش تساعدين المجتمع، أنا فخور فيش وأحبش واجد. إنهم مباركهم بالعيد السعيد. حبيبي حسين أبو دارين، طبعاً هذا أول عيد يمر علينا وما راح تكون حوالينا، حبيت أقول لك أنا وعيالي كل عام وإنت بخير، والله يخليك تاج فوق راسنا. السنة العيد بيكون عن بعد، لكن حبيبتي عبد الله أنا وعيالك فخورين فيك لأنك في الصف الأولى من فريق البحرين. السنة العيد غير بدونك ويكفي أنك رافع راسنا. أوجهها إليكم. حبيبي بابا مفتخرة فيك أن تتفي فريق البحرين، أحبك واجد، عيدك مبارك. يبا هالسنة العيد بدونك غير، بس احنا فخورين فيك لانك في فريق البحرين. اتمنى بس ان نتخلص من اللي احنا فيه علشان الكل، يعني الكل يرتاح، مو بس احنا اللي نرتاح، حتى اهلنا اللي موجودين اللي احنا قاعدين نشتغل علشانهم واللي احنا نتعب علشانهم، يعني على هالمملكة الغالية، علشان الكل يرتاح وانتوا بعد ترتاحوا.